يدخلوا رايحين يدعموا المصالح الاستشفائية والمصالح في الصحة الجوارية، قاعات العلاج وعيادات متعددة الخدمات. فيهم هذه الدفعة هذه رايحين يسمحوا لنا، هذه الدفعة هذه راح تسمح لنا باش نزيدوا نفتحوا عدد كبير من قاعات العلاج عبر الولاية، اللي راهي اليوم للأسف مازالها مغلقة. وبهذا الشبان هذو والشابات رايحين بحول الله خلال سنة 2018 نفتحوا بهم قاعة العلاج، والقاعات الأولى ستفتح منا على 10 أيام أو 15 يوم إن شاء الله. كنا نكونوا عند حسن الظن وتطلعات المواطنين اللي راهم داو نظرة سلبية على المستشفى، إن شاء الله نحاولوا قد ما نقدروا باش نبدلوا النظرة هذيك، وإن شاء الله نكونوا عند حسن الظن وبيوفقنا إن شاء الله وبالتوفيق للجميع. أنا بلي هذه الخدمة ديالنا راح تكون حاجة في الدنيا وفي الآخرة، يعني اللي يكون يخدم بها صح، يعني كما يسموهم ملائكة الرحمة، وإن شاء الله نكونوا صح، يعني لأنه فغيمو هذا اللي يخدم بنيته في هذه الخدمة يعني راح يتوفق دنيا وآخرة.